حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج نون البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على بعض القضايا اللي تهمنا كلنا تهم المراه تهم الاسره مثل ما نعرف احنا الاسره هي اساس المجتمع دائما لما كنا نتكلم بالسابق نتكلم عن دور الاسره في بناء المجتمع ومنو يدخل مع الاسره في هذه التربيه اليوم انا وزميلتي ريم اسلم عليها واقول لها شلونك وش يا هلا يا امل ودائما هناك يعني في التربيه كثير من الافراد المشتركين في التربيه في السابق مثل ما قلت هي الاسره هي اللي مسؤوله عن تربيه هذا الطفل ولكن في الوقت الحالي عندنا كثير من الاشياء اللي تخلط علينا من الحداثه في انه الطفل اللي يتعلم من المدرسه من التواصل الاجتماعي من الاعلام وتاثيره على عيالنا وشلون ممكن هذا الاعلام يكون ايجابي ويصب في مصلحه الطفل والاسره والاكيد الوطن في النهايه يتاثر في بعض الامور اللي ممكن تكون في الاعلام وتكون ايجابيه أه نطمح للايجابيه دائما ونطمح فعلا لكل اشياء تناسب أه يعني عاداتنا تقاليدنا ديننا الاسلامي وهذا شيء مهم جدا يكون موجود احسنت يا ريم احنا في السابق اللي كانوا يقولون التربيه التربيه يدخل فيها الاسره ويشاركها الشارع اذا قلنا المجتمع المحيط وايضا يدخل فيها نقول وسائل الاعلام والمدرسه الحين وسائل الاعلام اصبحت جزء لا يتجزا من تربيه الطفل او تربيه الاسريه بالكامل من الاشياء اللي نذكرها قبل مسلسلات رمضان وكنا نقعد كلنا كاسره ونتناقش فيها وننتظرها يا ريم. نعم، اذا احنا ناخذ المشاهد الكريم الى فاصل ونرجع نتواصل وبرنامج نون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقولون ان شرب الحليب قليل الدسم او خالي الدسم افضل لصحتكم من كامل الدسم. واحنا نقول لهم ان الكلام هذا مو صحيح، تدرون ان حليب كامل الدسم لما نشيل منه الدسم من فوق عشان نحاول نقلل السعرات الحراريه ونحاول نقلل الدسم، انزين الدسم هذا اللي شلناه تدرون شنو في داخله؟ اولا داخله دهون مشبعه، الدهون المشبعه تحافظ عليكم شبعانين، ثانيا لا تترسب في الشرايين من داخل وبالتالي تحميكم من مشاكل تصلب الشرايين. ثالثاً تدرون ان هذا الدسم يحتوي على العديد من الفيتامينات اللي تذوب في الدسم اهمها هو فيتامين دال، فيتامين دال هو اللي نحتاجه عشان نستفيد من الكالسيوم اللي في الحليب. انزين دكتوره بعد ما شن الدسم شنو ظل في الحليب؟ اللي ظل في الحليب هو لاكتوز الحليب او سكر الحليب. 90% من الناس يعانون من حساسيه اللاكتوز وبالتالي استهلاك الحليب قليل الدسم او خالي الدسم يعرضكم لمشاكل عسر الهضم والانتفاخات اذا دكتوره عاي ليش مسوينه يقولون لكم انه هو احسن كسعرات حراريه اقل والدسم اللي فيه اقل ترى السعرات الحراريه اللي فيه ما تفرق اكثر من عشر سعرات والدسم اللي فيه وايد مفيد حتى الاوميجا 3 اللي هو تعتبر دهون السحريه لحمايه المفاصل لحمايه المخ والحمايه من الخرف والزهايمر ايضا موجوده في دسم الحليب لذلك احنا نقول لكم الأفضل هو استهلاك الحليب كامل الدسم لأن إضافة على ذلك الدسم يحتوي على فيتامين اسمه K2 مو موجود في الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم شنو فائدة الكيتو؟ الكيتو هذا يحمي لكم الشرايين من تصلب الشرايين اللي يؤدي إلى مشاكل السكتات الدماغية والسكتات القلبية اللي هي أهم سبب الحين عندنا لمشاكل القلب ومشاكل الجلطات الدماغية لذلك احنا ننصحكم بتناول الحليب الكامل الدسم لكم ولاطفالكم، وزياده عليه الافضل هو استهلاك الحليب كامل الدسم الطبيعي من المزارع المحليه الطبيعيه، ولله الحمد فهي متوفره بكثره في الاسواق التجاريه، ونبتعد عن الحليب المعالج مثل حليب طويل الامد، الحليب المبخر او الحليب البودر. نتمنى لكم دوم الصحه والعافيه. ورجعنا معاكم اعزائي المشاهدين وبرنامج نون واليوم حلقتنا تتكلم عن تاثير وسائل الاعلام على الطفل وعلى الاسره بشكل عام، واحنا ندري ان وسائل الاعلام تعتبر من المشاركات في تربيه المجتمع اذا كنا نبي نتكلم فيها، فخلونا نشوف فريق الاعداد شنو مجهز لنا بشان هذا الموضوع. الحقوق الفكريه لو بني نتكلم عن الحقوق الفكرية وشنو هي هي عبارة عن إبداعات العقل سواء كانت أدبية سواء كانت فنية سواء كانت رسوم سواء كانت رموز سواء كانت صور فلما يبدع الإنسان في هذه المجالات إذا القانون أعطاه حماية عن طريق قانون الحقوق الفكرية مثلا عندنا لما نحط اسم محل معين بطريقه معينه اذا هذا خاضع لقانون الحقوق الفكريه، عندنا ايضا براءات الاختراع ايضا من انواع الحقوق الفكريه، ايضا عندنا اللي هو النشر الكتب المؤلفات لما احد يؤلف كتاب اذا القانون يعطيه حمايه بالشيء اللي كتبه واللي الفه لان هذه ابداعات عقل. ايضا اضف الى ذلك عندنا الصور لما يكون في رسمات معينه، هذه الرسمات ايضا القانون يعطيها حقوق ويعطيها حمايه في حال ان تم تسجيلها كحقوق فكريه وابداعات العقل. هذه الحقوق مدتها 20 سنه تجدد كل اربع سنوات. اذا الحمايه الفكريه لهذه الحقوق هي عباره عن 20 سنه. تجدد بموجب طلب يقدم كل أربع سنوات إذا هذه الحقوق تجدد كل أربع سنوات لمدة عشرين سنة هذا بالنسبة لبراءات الاختراع هذه البراءات تكون المنو تكون للمواطنين تكون للشركات تكون أيضا للمعاملة بالمثل بين الدول في حال مثلا الكويت ودولة أخرى إذا كان في معاملة بالمثل إذا ينطبق عليهم هذا القانون في حال نفرض أن إحنا خالفنا براءة الاختراع نفرض أن خالفناها العقوبة هي تكون دائما حبس وغرامة خمسة آلاف أو كلاهما بما في معنى لما أنا يكون عندي مخترع اخترع شيء معين وكان لابد انه يسجله بدون تسجيل اذا ما يشمل القانون بدون تسجيل ما يكون عنده براءه اختراع فلابد بعد ما يخترع هذا الشخص هذا الشيء لابد انه يسارع بحيث انه يسجله عشان تشمله يشمله هذا القانون ويعطيه هذه الحمايه الكافيه العلامات التجاريه العلامات التجاريه هي نوع من انواع الملكيه الفكريه. مثل ممكن نحط اسم، ممكن نحط صوره، ممكن نحط رمز، ممكن نحط شعر، هذه هي العلامات التجاريه. فلما نشوف محال تجاريه ممكن تحط رمز معين يكون خاص فيها، هذه هي العلامه التجاريه. هذه العلامه التجاريه تاخذ الحمايه القانونيه لمدة عشر سنوات وتجدد بعد عشر سنوات لكن في حال مخالفتها أو تقليدها تكون عقابتها سجن سنة أو ستمية دينار غرامة أو كلاهما آخر نوع من أنواع الحقوق الفكرية هو قانون حقوق النشر قانون حقوق النشر دائما الدولة تسنى للحفاظ على حقوق المؤلف تعطيه حق جوهري تعطيه حق حصري مدته خمسين سنة لحين ينتهي بعد وفاة هذا المؤلف وفي حالة العمل المشترك ويكون هناك أكثر من مؤلف ينتهي هذا الحق بعد مرور الخمسين سنة وعند وفاة واحد من هذيل المؤلفين في هذا العمل المشترك في حال مخالفة قانون حقوق النشر اللي هي حقوق المؤلف في حال نحن خالفناها إذا. تكون عقوبتها حبس سنه او غرامه 500 دينار او كلاهما نضرب مثال، لو فرضا احد الف كتاب، وهذا الكتاب عشان يعطيه الحمايه القانونيه لابد انه هو يسجله ويسجل هذا الحق باسمه بحيث انه هو يحافظ على هذا الحق عشان ما يتعرض للتقليد، ما يتعرض للدمج، ما يتعرض للسرقه كمؤلف. فبالتالي انا اعطيه الحمايه القانونيه، نفرض ان انا ما سجلته. نفرض ان شخص راح ونقل هذا الكتاب، اذا انا ما وفرت له هذه الحمايه القانونيه. عوده لكم وبرنامج نون مستمرين في طرح هذه القضايا المهمه للمجتمع الكويتي وايضا الخليجي والعربي. تاثير يمكن الاعلام علينا والسوشيال ميديا وتغيير يمكن الاجواء بشكل مستمر، التحديث المستمر يمكن الوالدين كثر ما يقدرون يحاولون يواكبون عيالهم في هذا التغيير المستمر امل ولكن في بعض الصعوبه احيانا. صحيح ريم مثل ما قلتي في السابق يعني بدايه اذا قلنا بدايه الاعلام اول ما بدا اولياء الامور بداوا يخافون على عيالهم من المجلات وبعدها بدا يدخل الراديو وبعدها بدأ يدخل التلفزيون فبدأ يقول يشاركهم التربيه اذا احنا نقدر نقول. اليوم حلقتنا راح نتكلم عن تأثير الإعلام على نفسنا وعلى عيالنا مع ضيفتنا المميزه الدكتوره مريم المرزوقي استشاري نفسي تربوي فخلونا نرحب فيها يا هلا ويا مرحبا وحياك الله. الله يحييك شكرا. يعني دكتوره من خلال يمكن وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام بالذات يعني دور الاعلام مهم جدا في تاثيره على المجتمع احنا نقول يمكن النشء والاطفال ايضا علينا احنا كبالغين وكبار اثر علينا بشكل كبير فنبي رايك في هالموضوع طبعا الاعلام له دور وايد كبير فهو يعتبر مثل مراه هو ناقل للثقافه هو اللي في من خلال برامج التعليميه وسائل الاخرى يعني كالتلفزيون والاذاعه يغرس للقيم وللمبادئ ويساعد في ايجاد السلوك الايجابي نعم من خلال يمكن نضيف شغله استضافه الناس المختصين يعني لما نستضيف شخص مختص في هذا المجال يكون اكثر مصداقيه ايضا نعم نعم صحيح دكتوره مريم تعزيز الهويه عاده احنا اذا نبي نعزز الهويه عند الطفل في السابق بين اهلنا والعابنا واغانينا واناشيدنا، لكن في الوقت الحالي مع الاعلام شلون ممكن نعزز الهويه؟ عن طريق البرامج التعليميه حتى الكرتون، حتى المسلسلات في في اشياء توصل تساعد في ابراز الهويه والهويه الوطنيه او او يعني هذه الامور اللي لها جانب للمجتمع او فيها هويه وطنيه او صحيح وايضا يمكن قلتي الهويه الوطنيه الدين الاسلامي، التعامل مع الاخرين، الاخلاق، هذه نجدها في بعض يمكن مثل ما قلتي مسلسلات الكرتون اللي تغرس في الطفل مبادئ الدين الاسلامي، التسامح يمكن يبعدك عن بعض السلوك المكروه او منبوذ فهذا ايضا شيء مهم انه يطرح في مسلسلات الكرتون. طبعا هي غرس القيم بالكرتون تكون واضحه ليش؟ لان الطفل يحب الكرتون ويحب بعد امور ثانيه، انتم لو تلاحظون الدعايات لما تكون الدعايه مثل هذه الايام، دائما تحفظ الدعايه ليش؟ لما يكون فيها كاركتر هم يحبونه او شخص هم يحبونه. فهني ممكن يكون في استثمار لغرس القيم. واحنا نشوف ترى يعني في بعض الدعايات تكون لها جانب مضحك بس للاسف تعطيك عدم مصداقيه بس ما حد ينتبه لهذا الشيء فلازم يعني الاعلام يكون له دور كبير في انه يسلط الضوء على هذه الامور وقبل بثها لازم يشوفها اختصاصي يعني مختص من الطرفين الاعلام والجانب التربوي او علم النفس دكتوره مريم عندنا في مثل ما ذكرتي في المسلسلات او الكرتون للاطفال في مسلسلات رمضان مثلا اللي كنا نسمعهم او نشوفهم في التلفزيون بين السابق والحاضر بين الماضي اذا نقول والحاضر هناك فرق شنو الفرق؟ المسلسلات لو تركزين الرمضانيه للاطفال كانت تعزز قيم، قيم دينيه، قيم المجتمع، قيم ثقافه المجتمع ذاته ويكون الطفل يطالع الحلقة وينطر الحلقة يعني بشغف أما يعني بهذه الأيام ما في برمضان يعني مسلسل للأطفال خاص للأطفال يغرس هذه القيم أكثر شيء أكثر مسلسلات أو الكرتون تكون إذا كانت من دول الخليج أو من برا تكون فيها جانب ترى من العنف نعم. وتعزز الشخصيات الحالية والميديا تواكب العصر الحالي فلها جانبين جانب إيجابي وجانب سلبي يأثر أما في السابق كان تعزيز القيم الإيجابية يعني بصورة أكبر من الحين نعم. في بعض الرسائل اللي تنتشر من خلال برنامج معين أو مسلسل معين رسائل أنا أقصد أخلاقية جيدة وايضا فيها من مبادئ الدين الاسلامي توضع دائما او تطعم هذه البرامج فيها وهذا شيء وايد حلو دكتورة مريم نحتاج انه يكون في كل اعداد لمسلسل او برنامج يكون مثل ما قلتي شخص مختص ويحط لنا هذه المبادئ بس بشكل حلو يتقبلها النشأ يعني مثلا او حتى البالغ صحيح هو الكاتب يعني الكاتب في كتاب وايد زينين وعندهم هذا الجانب بس قبل ما يطلع يعني الاعلام انا افضل انه يقعد الكاتب مع الاستاف اللي اختاروه مثلا لهذا المسلسل انه يراجعون او يطعمون هذا بالجانب الديني، الجانب اللي فيه الأخلاق يعني اللي, اللي يعكس نعم. مبادئ وقيم المجتمع ذاته، لان احنا من مجتمع المجتمع يختلف ترى حتى العادات احنا بدول الخليج في تقارب كبير بس في بعد اختلافات طفيفه، فيعني ال 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 القعده والمراجعه مع واحد من التربوي وواحد مثلا بعلم النفس ممكن يدخل بعض الاشياء اللي يكونون غافلين عنها مع ان في كتاب يعني شوفوا مسلسلاتهم وايد حلوه فيها غرس وترى تكون واضحه في السابق لو تلاحظون مسلسلات اللي, نعم. اللي, شكلها. اللي هي للطفل فيها حكمه مثل ما قلت قبل شويه ان الطفل او ترى ما كان بس الاطفال حتى الكبار صحيح احنا نتابع كان يعني ينطرون بشغف نعم. ايه ما ودهم الحلقه تخلص مثل الابريق المكسور ايه اللي نتذكر ايه يعني في كثير من من هذه الامور ف مساعدة الشخص الاختصاصي التربوي او اللي هو تربوي علم نفس ايه ممكن يطعم او أي اكثر يثري ايه؟ نعم. طبعا نعم. فكرة وايد حلوة ريم، ايش رأيك؟ يعني انه علشان يطلع مسلسل متكامل صحيح يكون الفريق مكون من فريق الإنتاج والعمل والمؤلف، وكذلك معاهم اختصاصي تربوي نفسي. نعم، وهذا حرص بصراحة من أصحاب العمل أو المنتجين أو الجهة المنتجة، انه يكون مثل ما ذكرنا اختصاصي، احنا يمكن عندنا في بعض البرامج هناك يعني يجب ان يكون هناك مدقق لغوي مثلا على المفردات وعلى الكلام اللي ينقال، نفس الشيء بالنسبه للمسلسلات سواء الدراما او الكوميديا او حتى الاطفال انه يكون في شخص دارس ومتعلم ويعرف وين النقطة المناسبة لها الموقف مثلا أو حتى حل المشكلة يعني بعض المسلسلات تعطيك مشكلة بس بدون حل أحسنت نعم. ومثل ما قلتي تذكرت دكتورة مريم كانت تذكرين وريم مسلسل سلامتك من إنتاج مؤسسة البرامج المشترك سلامتك كان يعطينا مشكلة وحلها وكان باللغة العربية الفصحى هل تشوفين أن إدخال اللغة العربية الفصحى في مثل هذه المسلسلات ايضا يعزز من الجانب التربوي النفسي. طبعا له جانب ايجابي كبير يساعد في اثراء المتعلم او الطفل انت لما تتكلمين باللغه العربيه يمكن بالوقت هذا مو وايد يعني يفضلون هذا الشيء بس لو بدوا فيه راح راح يكون له جانب ايجابي تربوي، الطفل او المشاهد يعني بعمر صغير سواء كان بالروضه او الابتدائي او ما بعد يشوف مثل هذه الامور ترى فيه كلمات يمكن ما يعرفها فيكون فتزيد عنده الثروه اللغويه القيم المعطاه في هذا الجانب الجوانب اللي تبين الصواب والخطا الجوانب في سلامتك كانت تركز على الجانب الصحي التربوي نعم صحيح فهذا اعتقد ان هذا البرنامج كان فيه اشخاص تربويين يعني نعم. يمكن أوكي. كان مراجع صحيح مراجعه دائما هناك أي. لكل عمل مراجعه للعمل مثل ما قلت فكل هذا يساعد بس يعني يا ليت تعود مثل هذه الامور يعني لو في شخص يبتدي يمكن بالبدايه تكون صعبه بس بعدين راح يعني تكون متقبله استاذه <applause> 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 دكتوره مريم الحديث معك <معوش> جدا شيق وعندنا مجموعه من الاسئله الزياده بخصوصا مثل ما قلت يعني المراجعين والمدققين التربويين النفسيين احنا عندنا مدققين لغويين في ايضا مدقق في التراث واللهجه يعني اذا كنا نبي ناخذ مسلسل تراثي قديم ايضا هناك مجموعه من المختصين في مثل هذه الاشياء لكن التربويين النفسيين نحتاج لهم وبكثره خصوصاً في المسلسلات القادمة يعني وخصوصاً المسلسلات الرمضانية نحتاج مسلسل رمضاني للأطفال مثل اللي ذكرناهم من قبل لبريق المكسور وإذا نقول إحنا عندنا كامل الأوصاف وغيرهم من مثل هذه المسلسلات اللي كانت تجمع الأسرة معاها وكانت تعرض على شاشة تلفزيون الكويت نطلع فاصل ونرجع معاكم. رجعنا معاكم وبرنامج نون واليوم حوارنا مهم جدا عن تأثير الإعلام علينا وعلى حياتنا اليومية وعلى حياة أبنائنا أيضا في المجتمع أثر الإعلام دكتورة مريم على المرأة ودنا نأخذ شوية جانب المرأة في تأثير عليها في الجانب السلبي أو الإيجابي أنتي شو تشوفينه دكتورة؟ من اي يعني من أي جانب أثر على المرأة يعني نعم. في في يعني راح أقول لك. هل هي تطورت أكثر صارت طموحة أكثر أم صار فيها نوع من الإحباط في بعض المسائل تقول أنا صعب إني أوصل المرحلة أنا صعب إني أشوف هذه الإنجازات تتحقق وأنا قاعدة في بيتي أو في مكاني ما عندي أي نقدر نقول أدوات للنجاح هذا يعتمد على الشخصية مم. الشخصية المرأة المرأة اللي عندها طموح عندها يعني حتى لو مثلا تراجعت ترد مرة ثانية يعني تستجمع قواها وتكمل بس للإعلام دور كبير يعني ممكن الإعلام يطرح فكرة أو خلينا نقول مسلسل في حالة طموحة وأحدث لها مثلا أحداث سلبية تعطي جوانب أو تعطيك أفكار من هذه الفكرة أنت تأخذين أفكار ممكن تعدلين أو ممكن تنبج يعني للاعلام رسائل فممكن تاخذ يمكن تنبهها وتساعد الـ الـ الاشخاص اللي اللي مثلا مو مو لهم الفكره، ساعات الانسان حتى لو كان طموح فترات من كثر يعني من كثر الضغوط او بعض العثرات او او مثلا حتى الجانب الصحي أثر ممكن هو لما يشاهد تيلة فكره معينه من كلمه معينه من اداء معين. وهذا ممكن نعم. يساعد ممكن يدعم ايضا هذا الشخص طبعا نعم. بس الانسان الواعي ما رح يصير من ايجابي الى سلبي الانسان غير الواعي هو يعني يكون متقبل وضعه الحالي سلبي اساسا الانسان اللي ما عنده وعي دائما يميل الى السلبيه اما الانسان الايجابي حتى لو خفق يرد يعني بس ما راح يكون يعني هو ايجابي وقاعد يطالع مثلا خلينا نقول مسلسل راح يصير سلبي لا, لا. ابدا لا. اي دائما ترى الايجابي لو شاف مسلسل فيه سلبيه ترى يغيره ما يعجبه إيه إيه لأن لانه ما لأن ما, ما, يعني ما, ما, يعني. إيه. ما يبي شيء ما يوافق شي. على إيه. يعني اي إيه صحيح صحيح إيه. صح, إيه. صح صح مثل ما قاعد تقولون يعني الشيء بالشيء يذكر نقدر نقول دكتوره مريم الحين الايام اللي بقى. قاعدين نشوف الاعلام عندنا وسائل الاعلام اختلفت في السابق اول ما بدينا ومثل ما بديت بدايه الحلقه واحنا نسولف كنت اقول ان الاعلام بدا يدخل البيوت عن طريق المجلات او الصور كانوا يسمونها باهاتنا او امهاتنا عكوس يعني بداية العكوس وبعد العكوس بدات الجرايد والمجلات وبعدها دخل الراديو وبعد الراديو اللي هو التلفزيون ومن بعد التلفزيون بدينا نشوف ان لا وسائل الاعلام اصبحت كثيره، الاعلام ما هو تلفزيون فقط، اصبح الاعلام في ديننا ماشي معانا من خلال الجهاز اللي بديننا جهاز التليفون، عيالنا بداوا يدخلون على الاعلام وبدا نقول غزو فكري ثقافي يدخل عليهم من كل مكان، مشاركه الاعلام لنا في تربيه النشء الجديد، في تربيه عيالنا، ايضا في تاسيس الاسره، اصبحت أه نقول موجوده واجب او أه حاضره دائما ما نقدر احنا نستغني عنها. صحيح بس لازم الوالدين سواء الام او الاب او اولي الامر أه انه ينتبه. أه في ناس عندها لا مبالاه، يعني اولياء امور غير مبالين عشان يسكت مثلا الطفل المزعج او اللي يبي شيء أه يعطيه موبايل. أه يبي يتابع حلقه ينفذ له اوامره فهذه الامور لازم ينتبهون لها لان لوسائل التواصل الاجتماعي لجميع الاشياء اللي دشت علينا بالعولمه لها ايجابيتها ولها مخاطرها لان يعني في مخاطر كبيره على من وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال لان وحتى بالالعاب التربويه يعني ساعات والطفل يلعب يجي له مسج اذا ما تجاهله وهي ترى تدار هذه من شبكات صحيح اساس تستقطب فئه معينه شوي شوي يعني تستدرجها تاخذ اللي تبيه بعدين تهددها وهذا ترى نوقش بالكويت اتوقع 2016 مع وزارة الداخلية وكنت مشارك في المؤتمر اللي هو تكلم عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وفعلا يعني وزارة الداخلية يعني اتخذت إجراء في كثير وسنت قوانين سوت وايد اشياء ذكر يعني اثناء قبل المؤتمر وبعده وبعد يعني في تطوير مع وزاره الداخليه وفي متابعه وحتى في بالكويت ظهر قانون حمايه الطفل اي يعني ترى يمكن في وايد اولياء امور ما يدرون ترى اللوم يقع عليهم الحين لو طفل تحت تحت السن يعني تحت مثلا حدث او اقل المسائل حتى ولي الامر مسائل, مسائل. وفي ناس وايد ما ادري هو قانون ترى موجود يعني موجود حتى بوسائل التواصل الاجتماعي يعني لو تدشين على وزاره الداخليه موجود القانون اللي يحذر لان في ناس تستفز وما تدري لان مشكله وسائل التواصل الاجتماعي في اسامي مستعاره وفي اسامي حقيقيه بس ما تدرين هذا كم عمره فانت قاعد تتفاعلين مع اشخاص ما تعرفين الفئه العمريه فخاصه المراهقين فما يدرون مثلا يردك رد مو صحيح يتصرف تصرف غير صحيح غير مسؤول بها شوي يلقى عليه امر بالقبض او صحيح إيه؟ نعم وغير المخاطر اللي نعم. تدار من 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 برا وتؤثر عليهم فلازم يعني الاولياء الامور لازم يتابعون عيالهم نعم. لازم تكون في رقابه حرص صح وفي حرص مثل ما ذكرتي قانونيا انه يعني اذا في هناك مواقع ما تحب تفتح لاطفالك في هناك طريقه معينه من شركه اتصالات او من الجهاز نفسه انك تمنع ظهورها، يعني تحاول كثر ما نقدر وهذا شيء جميل عندنا في الكويت دكتوره، هذا يقودنا الى شيء ثاني ذكرتي قبل شوي ان الطفل ممكن يشوف اشياء المفروض ما يشوفها، اكبر من عمره، في تصنيف معين انت من ثلاثه الى خمسه او من ثمانيه الى 12 الامور هذه، الطفل بدا يقلد وهذا التقليد سلبي نوعا ما. شلون اذا انا عندي طفل دائما اي شيء يشوفه يقلده يعني؟ هذا يرجع للتربيه نعم آه، لازم يعني آه، أنا بقول كلمة بس هي مو قانون لا. لازم أولياء الأمور بينهم بين بعض يعني الـ يتفقون الـ أي الأب والأم لهم لا. قوانين معينة لازم البيت فيه قوانين بس يعني مو إنه لما أقول قانون يعني كنا داخلية أو مثلًا يقولش دعوة سجن لا مو كذي إنه يكون فيه، فيه فيه في في احترام في حوار ترى عدم وجود الحوار اولياء الامور يعني واحد منهم او اثنينهم مع الاطفال يساعد في يعني لجوء الاطفال الى هذا او المراهقين الى هذا الجانب لان ملاقين احد يسولفون وياه فالبيت لازم يكون في له مبادئ وقوانين <applause> أش... متفق عليها إيه ويمشون عليها وأساليب تربيه مت... نعم. يعني متفق عليها مم. و... ولازم يكون في عقاب ينفذ مو الأم تقول شيء ل... الأبو يقول شي حق الأبو أو يصير العكس صح. ترى الطفل ذكي وب... يعني يعرف يتحايل ترى على الاثنين طبعاً. طبعا يقول حق الأم بعدين يروح يعني يفشل عند الأم وذكي ممت... وذكي, <applause> وذكي تكنولوجيا يمكن مم. أكثر مم. من أولياء الأمور فأولياء الأمور لازم يثقفون نفسهم مو شرط يعني بكل الجوانب بس بالجوانب المهمة صحيح القوانين اللي تتكلمين عنها ذكر في يوم من الايام كان وضع قوانين الفصل اللي داخل المدرسه فان كيف تحترم زميلك كيف ترجع كرسيك مكانك تنظف يعني مثل هذه القوانين البسيطه مثل ما قلتي دكتوره مريم ما هي قانون دوله في داخليه وسجن ولكن هو عرف يعرف بين الاسره او بين الافراد مع بعض نفس الشيء بالنسبه حق التقليد ممكن يكون التقليد ايجابي يعني بحيث انه يشوف او امه شنو يسوون ايش قاعد يسوون في البيت ويتبعهم اذا كانت اذا كان ولي الامر من النوع اللي يمسك كتاب ويقعد ويخطط صح. فالطفل راح يكون يتبع بهذا الشيء. الطفل عشان تعودينه على القراءه بعمر صغير قبل النوم تقرين له قصه او اثناء او يعني تختارين وقت تقولين قصه انتم لو يعني تسترجعون شوي بالماضي اليد كان لها دور وايد كبير. ترى كانوا يقولون الغاز الغاز والحزاوي أيوه نعم أيوه. وساعات قصص بس القصه وراها فايده مم. يعني لازم فيها عبره اخر أيوه. شيء وبعدين في ناس وايد يعني يقول احنا ما فهمنا واحنا صغار بس واحنا كبار قاعد نتذكر أكيد. انه كانوا يقصدون كذي وكذي وكذي هذه الامور ما ابي اقول يعني بدات تتلاشى بس يعني ظاهره يعني في ناس ما عندها تقول ما عندي الوقت الكافي هو لازم الانسان ينظم وقته يعني أولئك الامور لازم ينظمون وقتهم في تعزيز هذا القيام في تعزيز حتى المهارات الاجتماعيه انت لو تطلعين الطفل ترى في اطفال تلاقين الطفل صغير بس متحدث عنده عادات علي. ليش لانه يا قاعد باسره ممتده يا هو عائلتهم وايد اجتماعيه والمحيط ايجابي ايجابي وعنده مهارات اجتماعيه وعنده مبادئ وعنده اساس يعني مو شرط احنا نحط مثل خط ونمشي عليه، هو مثلا مثلا يعني لو لو احد كبير دخل الاطفال الحين قاعد ما يقوم، او ترى يقومون عشان يقعد. يعني متفز، آه نعم. شفتي هذه الامور البسيطه؟ هي تدرس هني وتعزز داخل الاسره وتكملها المدرسه. يعني المدرسه مو بس تعطي منهج. مفروض هي تقلب لما نقول وزارة تربية وتعليم هي تربي لازم أي معلم شاطر ينتهز الفرصة بالشيء اللي حدث بالفصل مو إلا يعاتب الطفل أو يعاقبه الحدث اللي صار يحوله على شيء ثاني في أنه يعطيهم إيجابية قيمة تربوية أي قيمة تربوية نعم. قيمة نعم. إيجابية أو شيء حدث مثلا بالساحة يقوله بالبداية ترى حتى بالجامعة أنا كنت يعني أنا كنت أدرس انتداب بالكلية فشفت بعض السلوكيات الخاطئة من الطالبات يعني بالساحة بالمسرح بالكافتيريا قبل ما ابتدي المحاضرة ويمكن يكونون قاعدين أقول بصفة عامة مو حلو النصح أبدا أن نعم. حلو غير مقبول. أو تسلطين الضوء نعم. على شخص معين على نعم. فتحرجينه وخاصة تخيلي أن هذا مراهق نعم. أو طفل صغير يتأثر فالمعلم الشاطر سواء كان يعني بالمدرسه او اكاديمي لازم ينتهز انه يوصل رساله, رسالة ويطرح مثال ولكن بشكل عام نعم. صحيح مثل ما قلتي و يحضرني بيت للشافعي جنبني النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى سماعه. صح. دائما اذا اردت ان تنصح احد اخذ على جنب ومثل ما قالت الدكتوره مريم المرزوقي اخصائي تربوي نفسي ان المدرسه والبيت جنب لجنب في تربيه الطفل وكذلك وسائل الاعلام، احنا ممكن ننقل هذه الخبرات عن طريق وسائل الاعلام، احنا ممكن نسلط الضوء على جزئيه جميله حدث مثل ما يعني بسيطه وصفتها الدكتوره الحين ان الكبير اذا دخل شلون الصغار يوقفون ويفسحون له؟ هذه الاشياء اللي يسمونها الرسائل الغير مباشره، الرسائل الموجهه اللي ممكن تكون مبطنه ولكن تصل للطفل تصل للمتلقي بشكل جميل واسلوب حلو. دكتوره مريم مشكوره ما قصرتي على وجودك معانا وعلى اثراء حلقتنا اليوم ببعض المناقشات اللي احنا شوي انا وريم حطيناها ولكن ايضا المعلومات المفيده اللي اعطيتنا اياها. يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه، مشكورين لقاك كان مثمر وطرحكم كان وايد حلو حتى اسئلتكم فان شاء الله يستفيد المشاهد. نعم، شكرا لك ولحضورك في برنامج نون. إذا نحن وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج "نون"